يعني اتكلمنا قلنا عودة المصابين، قلنا ان المصابين كتير منهم بدأ يعود، وشفنا رامي ربيعة في اول مباراة لي بعد غياب تقريبا دام لمدة سنة بيعود في مباراة سيمبا في دوري ابطال افريقيا، شارك، والمشاركة في حد ذاتها هو شيء معنوي مهم جدا للاعب في الفترة القادمة. مستر لاسارتي واضح ان هو نفسيا قبل فنيا بيتعامل بشكل جيد جدا جدا مع اللعيبة. كلنا شفنا محمد محمود وعودته من المانيا واللقاء الحار جدا ما بين المدير الفني واللاعب، وبيدل على ان المدير الفني بيحتوي كل اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي مهمين عند مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني كله. وبالتالي خبر مهم جدا 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 اعتقد ان كل الاهلاويه اهتموا بيه، وكان منتشر ما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهو ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيشكل هيئه لتطوير المنظومه الطبيه في النادي الاهلي. خبر ده مهم جدا 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 ولا يصح الا الصحيح. وبعد التشاور طبعا اللي في الصوره ده الدكتور احمد عبد العزيز، واحد من اكبر الاطباء العظام في مصر والعالم، واللي شاركوا معاه في العضويه الدكتور ياسر المليجي استاذ اصابات الكتف، والدكتور احمد خليف استاذ اصابات الكاحل، وهينضم ليهم استاذ قلب واوعيه دمويه. طبعا ده كان لقطات من الاجتماع اليوم اللي من خلاله الكابتن محمود الخطيب اعلن القرار اللي قلت لحضراتكم عليه. كلنا امير عارفين دكتور احمد عبد العزيز، ومحدش مننا ما راحلوش، كله كان بيروح للدكتور احمد عبد العزيز، واحد فعلا من اشهر الدكاتره اللي موجودين. وزي ما قلت قبل ما انتقل ليك، لا يصح الا الصحيح، في اصابات، في تلاحم مواسم يا امير، وبالتالي مفيش راحات كافيه للعيبه النادي الاهلي عشان ترتاح. هتقولي طب ما لعيبه اوروبا بتلعب كل 3 ايام ماتش، اقول لك ان المسافات في اوروبا والطيران في اوروبا مختلف تماما عن الطيران، وكم الاجهاد اللي بيتعرض ليه لاعيبه النادي الاهلي، وبالتالي مش لاعيبه النادي الاهلي بس، اي نادي هيشارك في نفس الحمل اللي الاهلي بيشارك فيه هيتعرض لنفس الاجهاد اللي بيكون عند النادي الاهلي. لكن علشان خاطر ما فيش انديه بتشارك زي النادي الاهلي، وبالتالي في فروقات، لكن لما الكل يتساوى الكل هيشتكي وهتبقى حاله عامه في وده اللي احنا شفناه مؤخرا بالمناسبه يعني. لكن طبعا خبر مهم جدا اللي قال عليه زميلي العزيز عمر ربيع، وهو خاص بتشكيل هيئه لتطوير المنظومه الطبيه في النادي الاهلي. وفي الحقيقه انا عايز اشيد بدور مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب في اهميه ان انا اشوف ايه المشاكل اللي عندي يا عمر، اشوف ايه الاخطاء اللي موجوده في الفريق او في المنظومه بشكل كامل او في النادي الاهلي بشكل كامل، واشتغل على اني اصلح الاخطاء دي. مش عيب جدا ان انا اعترف ان انا عندي مثلا نواقص في بعض الامور الخاصه بالنادي، واحنا بالتحديد في هذه اللحظه بنتكلم على الفريق الاول لكره القدم. الفريق الاول لكره القدم كان عنده يعني واضح جدا لكل المتابعين ان في مشكله في الناحيه الطبيه في النادي، مش خاصه خالص بالدكتور، لكن ممكن تكون خاصه ببعض الاجهزه الطبيه اللي ممكن ما تكونش متوفره في كافه الانديه في مصر بشكل عام. والنادي الاهلي بالتحديد يعني في اتجاهه او خلاص تعاقد رسميا على انتداب جهاز طبي او جهاز استشفاء طبي خاص للاعبين، وده كان تعاقد اجري من حوالي 10 ايام وكان شيء مهم، وده استكمالا للخطوات الهامه اللي بيقوم بيها مجلس اداره النادي الاهلي في معالجه هذا الملف بالتحديد، وهو الخاص بالجوانب الطبيه بالنسبه لقطاع الكره وفريق كره القدم الاول بالنادي الاهلي، وخصوصا ان الفريق زي ما احنا عارفين بيخوض العديد والعديد من التحديات في مختلف البطولات. فبالتالي خبر اكيد هام جدا يا عمر زي ما شفنا وزي ما انت قلت كده بالظبط، وهيئه كبيره جدا بتضم عدد من الاطباء المعروفين واللي عندهم باع كبير جدا في هذا المجال، وان شاء الله يكونوا اضافه قويه للنادي الاهلي في طبعا المرحله اللي جايه، ونتفادى اكبر كم ممكن من الاصابات اللي ممكن كانت او كان بيعاني منها الفريق خلال المرحله اللي فاتت.